تقوم شبكة الفاول الهندسية العامة أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان بأعمال صيانة وتأهيل جسر المفوضية الحديدي. كلفنا بهذا العمل من قبل محافظة المثنى لأعمال الصيانة والتأهيل. سوف تشمل أعمال الصيانة هي أعمال رفع سطح الجسر بالكامل وأعمال فرش سطح بليت السمك 8 مليم وأعمال طبقة خرسانة مسلحة وأعمال اسفل، إضافة لأعمال صيانة الإنارة وأعمال تغليف الكربون. تكون مدة العمل ب 180 يوم، كلفة المشروع 885 مليون، إن شاء الله ينجز في خلال هذه المدة. هي كشركة هي تنفيذ مباشر من قبل شركة الفاول الهندسية العامة.